ومثل ما وعدناكم ببداية الحلقة انه اليوم ضيفتنا كمان رح بتكون نجمة بتحبوها كتير وكلكم تنطروا اطلالاتها. تميزت بالجماهيرية الكبيرة اللي عندها إياها من خلال المعجبين بلبنان وبكافة أنحاء العالم العربي وخاصة عبر المواقع التواصل الاجتماعي اللي بتهز الأرض وقت تكتب أو وقت تنزل أو وقت يكون الخبر بخصها. طبعا حتى نبارك لها على غنيتها الجديدة لابد من أنه أول شيء نسمع مقطع من جبل حنين. أستاذ نضال لو سمحت. حنين جديد النجمة كنزة مرسلي اللي صارت معنا على الهواء مباشرة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك عبر صوت الغد. مساء النور رجا, مساء النور رودولف, هابي نيو يير. يا جنوز ينعاد عليكم إن شاء الله وعلى كل لبنان وعلى كل العالم العربي وعلى كل الناس اللي عم يسمعوني. جنوز تقدلي كتير. أو أنا كمان كتير. يا أمي وينك يا أمي؟ أنا هون. أنتوا عم تسألوا عني ها؟ أنت لا دائما بنسأل عنك ودائما عم نسمع أصداء نجاحاتك كنزة. وبدي عيدك وبدي عيد والدتك كمان بالعام 2016. بتمنى لكم هالسنة تحملكم الصحة أهم شيء وراحة البال ونجاحات لإلك متتالية. عم نسمع أغنية بصوت دافئ جدا جدا. ما شفه احنا في شهر واحد ضروري ندفي الناس. طبعا طبعا. خبرينا شوي عن الأغنية, كلمات وألحان مين, وين سجلت, موضوعها كتير حلو. والله الأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم, سجلت في مصر. وطبعا يعني أغلبية الناس عارفين أنه أنا سفرتي اللي كانت بمصر من فترة مش بعيدة, يعني سافرت يعني من أجل هذه الأغنية من أجل تسجيلها. والحمد لله يعني محمد رحيم الفنان المبدع طبعاً. كان من فترة طويلة وهو يعني يتكلم عني في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر كمان عبر قنوات التلفزيونية وانه حابب يعمل لي شيء, والحمد لله يعني كان قد وعده وفب وعده. وانا سافرت مصر ويعني يعني اختيار الاغنية يعني ما كانش بالسهل, لانه يعني فنان مثله كان رؤيته خاصة, يعني كان حابي يطلع شيء جديد مني, حابي يجرب صوتي في كذا نوع. والحمد لله يعني اشتغلنا على هذا الموضوع واستغرق يعني مدة شوية مش صغيرة, والحمد لله يعني شينا على شبه الحنين وسجلناها وهي طلعت. أنا عم بسمع بشبه الحنين نيو كينزا, يعني كأنه فنانة جديدة مش مغنية هيدا اللون قبل. ما أنا فنانة جديدة إيه؟
بتعرفي كنسة يمكن شهرتك الواسعة العالم بهيك بصار عندهم إحساس إنه أنت منك جديدة بعالم الغناء وكأنه صار لك سنوات وسنوات، فهيدي هيدا شيء حلو يعني، هيدا شيء فينا نقول عنه إيجابي وبنفس الوقت مسؤولية عليك كمان إنه صحيح والمسؤولية كل يوم عم بتزيد يعني، هالمرة زادت أكثر خصوصا بأغنية شباب الحنين، والحمد لله يعني القبول اللي شفته عند الناس من الأغنية، فهذا الشيء كل مرة يزيد المسؤولية أكثر على ظهري صراحة. صراحة كنزة بسمعت الغنية تذكرت هيك إحساس أنغام بهيدي الأغنية، وانبسطت كتير بشفت باليوم السابع أنه أنغام هنتك على هيدي الأغنية، فبتقول أول شيء تحية لها. صراحة هذا شرف لي وتحية لأنغام، وأنا يعني كل الناس عارفة معزتها عندي وحال نحبها وحال عزيزة عليا، والحمد لله يعني هذا شرف لي، ونوجه لها تحية بالمناسبة ونقول هاي معاذ علي كتبتي لها تعهد، وشكرا على المعايدة وشكرا على التهنئة. كتبتي لها تعهد؟ شو؟ كتبتي لها تعهد؟ لا لسه ما كتبتها. كنزة طبعا هاي الأغنية رح تتصور، شو الخطوة التالية للأغنية؟ ولا بصراحة يعني ما لسه ما في خطوة حاليا يعني في الوقت الراهن، احنا يعني كنا سعينا على الأغنية وأنه نطلعوها أوديو بالأول، كان في فكرة تصوير ولكن حاليا يعني لسه ما تكلمنا في الموضوع يعني لسه ما قررنا. إن شاء الله يعني لو صورت الأغنية بيكون أفضل 100%. أكيد كنزة مثل ما كل الناس هيك حبوا الأغنية وكل الناس رح يبلشوا يسمعوا كمان شبه الحنين عبر صوت الغد، أول شيء شو بتحب تقولي لهم لكلهم؟ والله شو قصدك يعني الناس اللي سمعت الأغنية ولا لسه ما سمعت؟ الناس اللي سمعت وحبت الأغنية. أوكي، يعني الناس اللي سمعت الأغنية يعني أنا الشيء اللي نقدر نقوله لهم إنه هذاك ردة فعلهم هي نفس ردة فعلي لما سمعت الأغنية، يعني أنا أول ما سمعتها ما شاء الله علي يعني محمد رحيم، عمرك ما تسمع لحن من عنده وتقول لا مش حلو، أو يعني عمرك ما يكون عندك تردد، إنه على طول كل الألحان حلوة وكلها يعني فيها هذه اللمسة، هذه لمسة الإحساس اللي والدفء اللي فيها، فهذا شيء طبيعي يكون ردة فعلهم مثل ردة فعلي لما سمعتها أول مرة ولما غنيتها أول مرة وجربت صوتي فيها. والأغنية بصراحة يعني فيها لمسة مختلفة، يعني فيها شيء جديد، وهذا الشيء اللي حببني فيها أكثر، أنه مش شبه أغنية أخرى، أنا هيك لاحظت يعني، وهذا الشيء اللي شفته أيضا في ردة فعل الناس وإعجابهم بالأغنية الأول وهلا أول مرة طلعت. يا رب إن شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله دايما نطلع لكم أشياء مختلفة وجميلة في نفس الوقت. طبعا نحن نتمنى لك كل التوفيق والنجاح، ولكل الفانز عبر مواقع التواصل الاجتماعي كنزة اللي هن كتار اسم الله، شو بتحبي تقولي لهم اليوم اللي عم يسمعوك من خلال صوت الغد؟ والله يعني انا قد ما بقول لهم ما بكفي، لانه كل مره ما شاء الله عليهم كل مره يفاجئوني وكل مره يبتولي حبهم الصافي وحبهم الوفي ليا. نقول لهم نحبكم بزاف، وقد ما نقول لكم كلام جميل وكلام حلو وكلام عمره ما يكفي وعمره ما يوفي مقدار حبكم ليا، يا رب يخليكم ليا، وان شاء الله دايما يجمعنا ربي في شو 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 كنزة جميلة في الفن وفي السلام وفي الاشياء اللي تخدم الناس يا رب ان شاء الله يا رب. كنزة مرسلي دايما اهلا وسهلا فيك عبر صوت الغد، ودايما هيدا المنبر منبرك، وعلى اكيد كل اللي بحبوك رح يبلشوا يسمعوا من اليوم غنيتك عبر الاولى صوت الغد بلبنان. اوكي، وانا بوجه لكم تحيه بالمناسبه وشكرا على التدخل، خليتوني نحكي ونسمع الناس صوتي بعد فتره طويله، انهم في فتره طويله ما سمعوش صوتي عبر اذاعه، وكانت ثاني مره عبر اذاعه صوت الغد اللي انا حابه بزاف، وتحيه لكم، تحيه لكل اهل لبنان وكل العالم العربي، تحيه بزاف لكل اهلنا بالجزائر كمان، ومنعيد كل
أهلنا بالجزائر ويرب دائما يكون السلام موجود بالجزائر وبكل الدول العربية. ونحن لك ألف مبروك مرة جديدة وأهلا وسهلا فيك عبر صوت الغد. شكرا كثير لك على اللقاء. أهلا وسهلا. شكرا. الترند العالمي كينزا مرسلي عن صوت الغد بيدخل الترند العالمي بالمرتبة الأولى. فشكرا لكل محبي كينزا وشكرا لكل الناس اللي بيتابعوا صوت الغد. كيف حب أغنية جديدة؟ زي ما بقى تغيبه لأنه خلاص غياب خلاص.